السلام عليكم. في هذا الفيديو سنقوم بشرح كيفية صنع كاشف معادن بسيط جدا وفعال في نفس الوقت. إذن بالنسبة لهذا الكاشف سيكون على هذا الشكل. بالنسبة للدارة الكهربائية التي يجب علينا إنجازها أولا وتجربتها حتى نتحقق أنها تعمل، ثم بعد ذلك نستكمل الإجراءات الأخرى في عملية الصنع، هي هذه. هذه الدارة تستند على الدارة الكهربائية المتكاملة المعروفة والمشهورة جدا 555 بهذا الشكل. نقوم بتغذيتها ابتداء من 6 إلى 12 فولت. نحن في هذا المشروع البسيط سنستعمل بطارية 9 فولت، هذا هو الموجب وهذا هو السالب. أما بالنسبة للمكونات أو العناصر التي سنستعملها فهي عبارة عن مكتف 10 ميكرو، هنا بيزر أو مكبر صوت 8 أوم، مكتف آخر 2.2 ميكرو فاراد، مقاومة 47 كيلو أوم، ومكتف ثاني 2.2. إذن هنا نحتاج مكتفين من نفس السعة، مكتف 10 مقاوم. أما بالنسبة لهذه القطعة أو العنصر الإلكتروني فهي عبارة عن وشعة قياسها 10 ميلي هنري. بالنسبة لهذه الوشعة هي تقريبا أصعب مرحلة في إنجاز هذا المصنع، ليست بالصعوبة الكبيرة ولكن فقط مع شيء من التركيز والانتباه سنحققها إن شاء الله، لأننا سنقوم بصنعها هي في البداية التي لأن جميع هذه الدارة تستند على هذه الوشعة. إذن كما قلنا هذا هو التركيب النهائي لمشروعنا، هذه هي الدارة الكهربائية. بالنسبة للأدوات التي سنحتاجها هي كما ترون أمامكم، العناصر الإلكترونية التي سبق أن تحدثنا عليها بما في ذلك الدارة 555 والمكتفات والبيزير والبطارية، وهذا الرابط الذي سنربط به البطارية مع الدارة الكهربائية. نحتاج هنا إلى سلك نحاسي لصنع الوشعة، وهذه الأسلاك لنجرب الدارة أولا على هذه البوردة قبل أن نركبها على اللوح الإلكتروني ونقوم بتلحيم القطع كما هو مبين في الدارة الكهربائية. إذن أولا نأخذ 3 قطع كرتونية بهذا الشكل، القطعة الأولى والقطعة الثانية التي في الأسفل لهما نفس القياس أو نفس القطر 90 مليمتر كي يكون القياس دقيقا. بالنسبة للحلقة التي في الأسفل نفس القياس. بالنسبة للحلقة الكرتونية التي في الوسط التي بينهما تكون أقل بقليل، تقريبا نصف سنتيمتر أصغر من الحلقتين الأخريتين. نقوم بلف هذا السلك النحاسي. بالنسبة لهذا السلك النحاسي فإن قياسه هو 0.2
مليمتر. نقوم باللف على هذا أو على هذه الحلقة 260 مرة. يعني نأخذ الطرف الأول، ثم بعد ذلك نقوم باللف حتى نصل إلى 260 دورة. بعد أن نصل 260 دورة نحصل على طرف ثاني كما مبين هنا في الصورة. إذن بالنسبة للطرف الأول هو هذا، هنا الطرف الثاني، نقوم بالتقطيع من هنا لنتحصل على الواشعة التي سنستعملها. ولا ننسى أن نقوم بحك الطرف أو الطرفين، لأن هذا السلك هو سلك مغلف بمادة خاصة حتى لا تتلامس الحلقات فيما بينها. إذا عند ما نريد أن نستعمل طرفي السلك يجب علينا أن نحكه بورق الزجاجي. إذا هنا الواشعة من زاوية أخرى، هنا نقوم بإلصاق سلكين في المكان الذي قمنا سابقا بحكه وتلحيم السلك الأول والسلك الثاني لتسهيل الاستعمال. ولا ننسى أن نلف وسط الحلقتين الكرتونيتين بقطع من الورق اللاصق، ثم بعد ذلك ننجز التركيب الذي سبق أن رأيناه في بداية الفيديو في هذه البوردة، أو هي بوردة التشارب. نضع كل شيء في مكانه وبدقة تامة. إذا أردتم أن نقوم بشرح هذه البوردة في فيديو آخر لطريقة استعمالها فهو سهل. هذه النقط الموجودة على البوردة تتلامس بطريقة معينة، ونضع فيها القطع الإلكترونية حتى ننجز المخطط الإلكتروني الذي نود تحقيقه. من هنا نقوم بتغذية البوردة ب9 فولت. هنا لدينا السالب وهنا لدينا الموجب، وعند تقريب القطعة المعدنية نسمع صوتا في هذا البيزر. إذن بعد أن تحققنا من أن المخطط يعمل جيدا، نقوم بتلحيمه في اللوحة كما ترون أمامكم، ونضيف هنا هذا الكونكتور لربط بطارية 9 فولت. إذن هذا هو الشكل النهائي الذي سنحصل عليه في الأخير. هذه هي البوردة التي أنجزناها، هذه هي التغذية بواسطة 9 فولت، وهذه الواشعة التي قمنا بصنعها. الأسلاك الخارجة من الواشعة نربطهم في مكانهم هنا، وإذا أردنا أن نضيف قاطع التيار هنا حتى لا نستنفذ البطارية. إذا نضغط فقط عندما نريد استعمال كاشف المعادن. إذا هذا هو أبسط كاشف معادن يمكننا صناعته وبكفاءة عالية.